السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث أيها الأحباب الكرام عن معنى حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل جملة عظيمة تحتوي على معاني عظيمة، وهي ذات تأثير قوي. تعني توكيل كل الحول والقوة لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر المعني. حسبنا الله أي الله كافينا، فالحسيب هو الكافي، والمسلم يؤمن بأن الله عز وجل بقدرته وعظمته وجلاله يكفي العبد من كل ما أهمه وأصابه، ويرد عنه بعظيم حوله كل خطر يخافه وكل عدو يسعى في النيل منه. ومعنى نعم الوكيل أي أمدح من هو قيم على أمورنا وقائم على مصالحنا وكفيل بنا، وهو الله عز وجل، فهو أفضل وكيل، لأن من توكل على الله كفاه، ومن التجأ إليه سبحانه بصدق لم يخب ظنه ولا رجاءه، وهو عز وجل أعظم من يستحق الثناء والحمد والشكر لذلك. فيا أحباب الله، إن تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه والثقة بوعده والرضا بصنيعه وحسن الظن به وانتظار الفرج منه هو من أعظم ثمرات الإيمان ومن أجل صفات المؤمنين. وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في شأنه يجد الرعاية والولاية والكفاية والتأييد والنصرة. هذا لا ريب فيه ولا شك. انظروا لما ألقي سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ألقي في النار، ألقاه النمرود، ماذا قال إبراهيم الخليل؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فجعل الله تعالى النار عليه بردا وسلاما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فلا يمكن لشيء أن ينفع أو يضر إلا بإذن الله تعالى، فالله تعالى هو الذي جعل النار محرقة فهي لا تحرق بذاتها، فإذا أراد لها أن تكون بردا وسلاما صارت كذلك. لذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من شدة بردها. فالله تعالى جعل النار بردا وسلاما، هو الذي يجعل المحن منحا وعطايا، يجعل من المحن منحا وعطايا، يجعل الفقر والحاجة سعة وغنى، يجعل الهموم والأحزان أفراحا ومسرات، يجعل المنع عطاء ورحمة. هذا كله لمن توكل على الله حسن التوكل وأيقن به وأحسن الظن بالله جل جلاله. انظروا أيها الأحباب الكرام، لما قيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قال؟ قال حسبنا الله، حسبنا الله أي الله كافينا، حسبنا الله ونعم الوكيل أي لمن وكل حاجته إلى ربه وتوكل في قضائه عليها. فماذا كان جزاؤهم؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنها كلمات يسيرة خفيفة على اللسان، لكنها حبيبة إلى الرحمن، جعلها مفاتيح للفرج ومفاتيح لملكوت الرحمن. قال ربنا عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لما انتصروا عندما أيقنوا أن الله تعالى معهم انتصروا انتصارا باهرا لأنهم توكلوا عليه وعلموا أن النصر من عند الله. فقال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. السر كلهم أنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الله تعالى جعل هذه الكلمات فيها أسرار من سره وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فمن يتوكل على الله يكفيه ما أهمه فالله بالغ أمره فما قدر الله كان وما لم يشأ لم يكن. التوكل عليه هو التوكل على القوي القادر الفعال لما يريد الغني الذي خزائنه ملأى الذي أمره بين الكاف والنون إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون إنه الله. فالمؤمن إذا توكل على القوي لا يخاف ولا يحزن. ومتى كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب أمله فيه فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث ولا أن يقاوم الملمات ولا أن ينازل الخطوب لأنه خلق ضعيفا عاجزا، لكنه حينما يتوكل على ربه ويثق بمولاه ويفوض الأمر إليه يجد النصر والتأييد والفتح والإعانة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فيا من أراد أن ينصح نفسه توكل على القوي الغني ذي القوة المتين لينقذك من الويلات ويخرجك من النكبات. اجعل شعارك ودثارك حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن قل مالك وكثر دينك وجفت مواردك وشحت مصادرك فناديه وقل حسبنا الله ونعم الوكيل. وإن خفت من عدو أو خفت من ظالم أو فزعت من خطب فاهتف حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا. فيا أيها الأحباب الكرام إن قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيها فوائد كثيرة. هذه الكلمة تقال في مقامين مقام طلب المنافع ومقام دفع المضار. حسبي الله لجلب النعماء ولدفع الضر والبلاء دفع السوء والأذى. فإذا ظلمت فقل حسبي الله ونعم الوكيل وإذا ابتليت فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا ضاقت بك السبل وبارت الحيل ولم تجد من الناس أنيسا ولا مؤنسا فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا كنت بريئا وعجزت عن إظهار الحقيقة فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا اجتمع القوم ليؤذوك فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا أغلق عليك في أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا تعسرت الأمور فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا ارتج عليك وضاق فهمك وتعسر إدراكك فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فبها يدفع الله عنك الأذية ويزيح الكربة ويستجلب الرزق وينزل الفرج. فالحمد لله الذي شرع لنا في ديننا مثل هذه الكلمات القليلة التي ترتجى منها أمور عظيمة. فالحمد لله والشكر عليه وبنعمته تتم الصالحات. فاللهم زدنا ولا تنقصنا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.